الله ما تجي نواكشوط منصة تجريبية لتقديم دروس تقوية عن بعد لصالح مرشحي شعب البكالوريا الرياضيات العلوم الطبيعية والفيزياء، حيث شارك فيها أكثر من 3000 تلميذ. ونحن فخورون كون الأول في بكالوريا على مستوى الوطن كان من ضمن المستفيدين من هذه المنصة الرقمية التي نظمتها جهة نواكشوط مؤازرة للتلاميذ إثر انقطاع الدراسة التي أملتها الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد تفشي جائحة كوفيد-19 المتجدد، فضلاً عن أن جل رواد المنصة كانوا من الناجحين في هذه المسابقة.